سبوب دار الزايد تبتهج للزايرين وكل ضيفة حيها ونور البيت متوحد وحنا متوحدين. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام محبي هذه الرياضة أرحب بكم وبحضراتكم في هذه الأمسية التراثية من مهرجان البيت متوحد هنا ضمن أيضا انطلاقات هناك أيضا مقيض خارج الدار انطلاقة شوطنا شوط 20 على بركة الله وتوفيقه حيث انطلق هذا الشوط نسير هنا مع المقدمة مع المركز الأول في هذا المسار وفي هذا الانطلاق هناك الوضيحي راشد بن سالم بن سليم الزرعي على المقدمة على مقدمة هذا الشوط انتقل مع المركز الثاني الوصول والتقدم هنا مع الشارد خليفة بن حميد بن محمد البلوشي اللي احتل المركز الثاني النقلة إلى المركز الثالث بانطلاقة النشمية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الرابع هنا القادم فجاج محمد بن طالب بن أحمد بن سويدان اليحافي بينما المركز الخامس هناك وليفة عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي المركز السادس الواصل والمتقدم في هذه اللحظات الواصل الدار أو هناك ملبي سعيد بن سالم بن علي الوهيبي المركز السابع القادم في هذه اللحظات العابر حي بن محمد بن حي الهاملي المركز التاسع في هذا المسار هناك معتاد يوسف بن هاشل بن سعيد بينما المركز الأسماء التي تقدمت الشعارات التي حضرت في هذه اللحظات تسعيرة هجن الرياسة تسعيرة هجن الرياسة يا ملاك يا مضمرين هنا في هذا الانطلاق الله 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 على هذا العرض الجميل نعود إلى الصدارة الأولى نعود إلى المقدمة هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار هناك الانطلاق مع الشارد الشارد من يتقدم خليفة بن حميد بن محمد البلوشي يقدم لنا الشارد على الصدارة أهالي السلطنة من يقدمون لنا انطلاقة الشارد المركز الثاني الواصل والمتقدم في هذه اللحظات هناك وصول وتقدم من الوضيحي اللي وصل في هذه اللحظات راشد بن سالم بن سليم الزرعي ولكن أشوف وليف وصلكم الهاشمية عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل ولكن أشوف الاسم القادم وصل وتقدم هذا هو أيضا الذاير محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي يا سلام يا سلام يا هو شوط يا هي اسماء يا هي شعارات ولكن البداية وين الصدارة مع هناك الذاير الحبسي راح الحبسي من يقادر محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي أهالي السلطنة يقدمون لنا الذاير باحثين عن التسعير باحثين عن السلامات الله اندفع إلى البداية الأولى اندفع إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول هذا هو الذاير الحبسي يتقدم على البداية هنا مشكور يا أبو شطيط مشكور على تقديم هذه النوعيات المميزة النوعيات المطلوبة دائما 400 متر الأخيرة الله يا الداير الله على هذا العرض راح بدون يوامر مشكور يا أبو خالد مشكور وتسلم يمينك يا أبو خالد محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي سلام يا السلطنة سلام إلى ميدان المشرف سلام تهانينا والناموس على فوز الداير والتهنية لك يا ابو خالد والسلامات الى المشرف وميدان المشرف تهانينا لحظات وصوله الى خط نهاية المركز الثاني او الوصول هنا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين حمد بن غدي بن حميد بن خميس اليديلي اللي خذ المركز الثاني قدم عرض جميل المركز الثالث
وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا هو غازي سعيد براش بن مسلم العمري والمركز الرابع. هناك صياد عبد الله بن سليمي بن محمد الوهيبي والمركز الخامس. وصل وتقدم هناك شعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمسة المراكز الأولى المتقدمة. تهانينا والناموس لراعي الذاير حيث أهدى السلامات إلى أهالي السلطنة وأهالي ميدان المشرف محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي. مشكور يا أبو خالد، 4 دقائق 30 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام إلى السلطنة سلام. المركز الثاني هناك شاهين حمد بن غدير بن حميد بن خميس اليديلي، من وصل على المركز الثاني 4 دقائق 31 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام غازي سعيد براش بن مسلم العمري، 4 دقائق 34 8 أجزاء من الثانية. على المركز الثالث والمركز الرابع وصول وتقدم من صياد عبد الله بن سليمي بن محمد الوهيبي، 4 دقائق 36 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام شعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا النتيجة والتوقيت الزمني 4 دقائق 37، 6 أجزاء من الثانية توقيت المركز الخامس. تهانينا والناموس.